أيضا إذا ذهب العرب إلى بلدان لا تنطق العربية وكانت الخطبة بغير العربية، هل تدعون إلى ترجمة الخطبة إلى اللغة العربية من أجل الحاضرين شخصانا؟ نعم، إذا احتاجوا إلى ذلك ترجم لهم بعد الصلاة، الأمر واسع بعد الصلاة، نعم. الأمر في هذا واسع، إنما الكلام في ترجمتها الفورية، والإمام يخطب، هذا هو محل الإشكال. أما بعد الصلاة نعم. أو ترجمت ووزعت في أشرطة أو والناس حاضرون يستمعون فلا بأس بذلك، جزاكم الله لأن خيرا. هذا من إبلاغ الدعوة ومن نفع الناس. الله المستعان. وينبغي للمسلمين أن يهتموا باللغة العربية وأن لا يبقوا على لغتهم التي هي غير لغة دينهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم، عليهم أن يهتموا بتعلم اللغة العربية التي أنزل الله بها القرآن وبعث بها رسوله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. عليهم أن يتعلموا، هذا ميسور ولله الحمد، لكن يحتاج إلى اهتمام من المسلمين وأن لا يبقوا على عجمتهم. نعم.